نسلط الضوء على ممثلا في الشبكة يلخص دور مصالح الخلايا الجوارية لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بما يتعلق وهذا المنتوج يعاود يرجع بالتدريب بالتكوين. تم تكميل البرنامج التكوين ايضا من اجل تحفيزهن. الخلايا الجوارية هي اللي قامت بدورات تكوينية لفائدة نساء المجتمع. جاء هذا اللقاء في إطار تجسيد دائما البرنامج الوطني القطاعي لدعم انخراط المرأة لا سيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت في الإنتاج الوطني اللي انطلق على مستوى القطاع في فيفري 2021 بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية. طبعا هذا البرنامج قد شمل كل القطاعات المعنية بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني. طبعا كان فيه العديد من النساء اللي انطلق يعني التحقت بهذا البرنامج سواء على مستوى التكوين المهني أو على مستوى الحصول على القروض المصغرة أو على مستوى التحقيقات الاجتماعية اللي قامت بها الخلايا الجوارية للتضامن أو على مستوى عمليات التحسيس. راح تكون هناك ورشة بالتنسيق مع الخلايا الجوارية للتضامن اللي راح يعملوا على نقل هذه الآليات وكذلك الترويج لهذا البرنامج وآلياته والترويج أيضا لدليل المتميزات للإدماج الاقتصادي للمرأة على مستوى المناطق الريفية من خلال أعضاء المرصد الوطني باعتباره شريك فعال في تجسيد السياسة الوطنية. الهدف الرئيسي هو كيفية تجميع كل هذه الجمعيات والتعاونيات وأيضا حتى اللي يشتغلوا بشكل فردي في إطار الشبكة، أولا للدعم لتقاسم التجارب واليوم لتحقيق شراكة مع القطاعات الحكومية. ماذا يمكن للقطاع الحكومي في قطاع التضامن أن يقدم من تسهيلات للمرأة الريفية عن طريق جمعيات المجتمع المدني؟